له يا مختار، والله زعلتني على الخبرية. ما بعرف شو صاير له ابو صياح، اطباعه كلها مغيره يا غوار. بس والله ما له حق ابو صياح، باعتبار يعني حسني افندي بحبه. مو هيك بابا، انا فكري انه ادخل واسطه بيناتهم، شو رايك؟ اعوذ بالله، لا تنام بين البور لا تشوف منمات وحشية يا شيخ. بعدين يعني اذا بدك تتدخل اجلها لتبرد القلوب شوي لتهدى. معك حق والله. مرحبا مختار. اهلا وسهلا، تفضلوا. مور بيه، ما هي تنفيذ حجز احتياطي؟ بتأمر تتفضل معنا؟ حجز على مين بابا؟ على جميلة ام زوز. لا 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 لا، مسكينة هي مجنونة مسكينة، بدك تطول بالك عليها بابا. مجنونة؟ ايه والله، توفى جوزها شاب، صارت لها صدمة مسكينة، جنت واختل عقلها. اخي هي ما عم يمشي معها الذوق واللطف، بالرغم انه معي حكم عليها بالدين. رحت امبارح بكل لطف عم طالبها لقصت لي اياهم. اكلت ضربي على راسي بالعصاية. شو هالحكي؟ ايه والله. والله اذا كان هيك معك حق. يا سيدي تفضل. هذا حجز احتياطي بده شخص ثالث. امشي معنا غوار. يا على راسي، اذا كانت الشغله فيها فايني انا بخدمتك. يا سلام، شي حلو حجز، هو مات وهن حجزوا. يا خانم اذا كان ولا كلمه نحن سهلة. أنا والله يا خانم، والله أنا أجيت غصب عني، وأنا مقدر ظروفك يا خانم بالله، بس يعني بدك تقولي هذا حجز احتياطي لما تلاقوا طريقة لتسديد الدين بابا. دين؟ الله يرضى عليك. خلصونا يا جماعة، أنا عيني عم ترف. أبو فهمي، مختار ما بيجوز بدون شخص ثالث. لك أخي ليش ابنك معنا؟ أنت الشخص الثالث. طيب لك أنا لروح أجيب سيارة نقل. ليش سيارة النقل هلا؟ خليكم واقف مشان أخذ الأغراض، مو بدهم يضلوا بعهدتي. لا لا، الأغراض بدهم يبقوا هون، لكن على مسؤوليتك، ما بينباع منهم ولا غراض.